سيدي عنده مشكلة مع المتاسد، عنده مشكلة مع المتاسد. سيدي سيدي هو بقى يطبع ورق يعني بتطلع حساب كهرباء. بقول لك ليه نسخة واحدة؟ تعالي اسأله 15 نسخة حساب كهرباء. تعالى بالبيت عندنا 15 نسخة من حساب كهرباء، 14 نسخة من حساب مي، 144 نسخة من شهادة الصف الثالث. مهم شهادة الصف الثالث، مهمة محتاجة في علامة الشامل. وهذا الشيء اللي بلشت من حد ما جبنا له متاسة على البيت. أفكر هاي كانت أكبر غلطة عملناها بحق البشرية. من حد ما جبناها بطل في شجر بالأمازون. والمتاسة هبلة. يعني المتاسة فيها كثير كبسات، فيها فاكس، فيها منيو، فيها أرقام، أنت بتحتاجهمنيش. أنت عشان تطبع بحاجة لكبستين. بلاك وكلر. بلاك تطبع بلون. وكلر تطبع بلون. لا بلاك تطبع أسود. سوري. شو غلطنا هو؟ بلاك تطبع أسود وكلر تطبع ملون. بلاك تطبع شو؟ أسود وكلر تطبع ملون. سيدي بيجي بحط الورقة وبضرب كلر بلاك فاكس منيو اوكي. تطبعش بتفاجأ كلر بلاك بلاك فاكس منيو اوكي. بتفاجأ كلر بلاك بلاك فاكس فاكس منيو اوكي. 1 2 3 4 كلر بلاك فاكس منيو فاكس منيو فاكس منيو فاكس 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 منيو 4 3 2 1 اوكي. ده ما بس تطلع تقول ايش ايش بدك 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 فاكس كلر ايش بدك ايش بدك. عمي انا هون جاي مع تعليمات يا اخي راهن يا بتسا يا بتسقي لك تعليق ثاني تسويها. ايش كل شيء بقول لك ما هذا الرخصه بتعرفوش تسوق عن جد. يعني مثلا لا سمح الله لا سمح الله اذا انا مره بحياتي ايه نعم تعميم شفتك كيف صفيتي برا انت هاي مش نص على المدرخة عجل واحد على ال تعرفوش تسوق خلاص. المهم يمكن مرة واحدة بتعرف تسوق هذا إذا هي عندها 9 إخوان إسلام بالطار خلاص تعب شفتك صفيتي خلاص خليها منا اليوم. لا بس مثلا لا سمح الله لا سمح الله إذا أنا مرة بحياتي رفعت إيدي على زوجتي على مرتي وهي قاعدة تقول لي والله بتشوف والله لا تسأل ولاد عمي اتصلي خرخرة يعني بتشوف والله لا تصل البوليس خرا عليك وعلى البوليس والله بتشوف هلا بدي اسوق اروح للبوليس لا هاتي المفاتيح انا بسوق. لا بنات عن جد بحق لكم كل شيء بس سيبوا المفاتيح للدار. طيب في بنتين ثلاثه هم ما ضحكوش بس دائما ما عندهمش رخصه فانا لم اخذ الرخصه رح اعرف اسوق رح تضربيها بأول تيست ثاني تيست ثالث تيست رابع تيست. مين ترشيحها؟ لا ترشيحها شفتوها قبل 3 أسابيع وراح تشوفوا كمان 3 أسابيع بالآخر لسه عندي كمان فقرة بدك تهضمني من آخر فقرة؟ لا بدك تعرف فصوطة هو؟ فصوطة كان أوباما وحياة أمي كان أوباما فصوطة. انتوا عارفين انه الخلاف بين الفلسطينيه والاسرائيليه بحياته مش راح ينتهي عشان اوباما كان فصول. تعرفوا شو علموه اول كلمتين؟ يا ابن المعرصه. لحد اليوم بقولها من نتنياهو لابو مازن. ما ينفعش تبص الضياده مش شايف اشي. عم بلامع اللوح. كيف حالكم؟ عمي شو الأخبار؟ عمي هون أنا مش عارف كيف قادر تقعد هيك بدون دخان ساعتين في باب هون. في حدا من البيعة هون؟ البيعة كم الاسم في للبيعة بتعرف؟ البيعة يلا يلا مع بعض البيعة جديدة طيب النايلون بعدها المارش طريق مخول ايش في كمان؟ كفر اسمي اه لا هذاك ايش ثاني؟ قندهار الولايات المتحدة الأمريكية يعني تمنوا في كفر اسمها تيالي والله صف تاسع أخذوها شوي الفلاش حبيبي أخذونا إجوا لها صف بصف تاسع قالوا لي تعال عنا على كفر اسمها قلت شو في كفر اسمها قالوا لي تيالي شو انعجقت أنا روحت على البيت يابا أطلع كفر اسمها فأنا بتقول له دكتور جوات عنا غرفة 10 ليش في حدا مات تعال 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 ترجع على ايدك مشكل كل المرة
ثاني مرة تقرا انجليزي شخصيا انا بعرف انه انا بعرف ايش غير ثلاث كلمات هاي وباي وسكس بعرف ايش غيره مرة كنت انا عامل لي امتحان انجليزي انا وابن عمي بنص الصف كنا اثنيناتنا ما بنعرفش غير هدول ثلاث كلمات هو بعده وبعلمني اياها بعدين فاجت المعلمة عطتنا الامتحان انا ماجي الثلاث ثلاثة جميلة طولت الورقة هيك وحطيتها ما حكيت شيء يعني كنت اقول ابو مراجع قلت معقول غلطانة ما قلت لا انا بحط الورقة يا ورقة ابن عمي اتأخر اخذ اربعة قلت لي اخذ اربعة قلت له طيب قال لي مش معقول ضحكت الكراسة طلع كسر الباب سب على المعلمة تيجي المعلمة تقول لي ابن عمك ماله قلت له كان متوقع خمس جاب اربعة قرب المونديال في التعريف وين كان؟ انت برازيلي؟ عجب انت برازيلي سامر؟ باين عليك بتحكي عربي منين يعني؟ بخلاف عصوت ريو دي جانيرو يعني في حدا ايطالي هون؟ عودي عن جد فلاش عماني شفتوا كيف عرفت المعاوني؟ قرب المونديال وانا بفكر بفترة المونديال احنا بننسى انه احنا فلسطينيين انا برازيلي انا ابوي وامي كانوا عايشين مش طول ريو دي جانيرو فلسطين في حدا عنده فيسبوك؟ عن جد سيدي عمره 90 سنة عنده فيسبوك عن جد مش اي واحد يعني سيدي هذيك اليوم كان حاطط صورة اشارة شعوب حاطط صورة قال مش مبروك شباب حاطط صوت البروفايل وستي وامي خطبين بعرف مين كده كان مصور وقتها سيدي كمان بكتب ستاتوس امبارح كتب ليت الشباب يعود يوما قال مرات بخلع رزق الله ايام الشباب والشيء انه بيعمل كمان تشيك ان سيدي يعني امبارح عمل على الساعه 8 الصبح كوبات حليم كلالي او يوم الثلاثاء فحص البروستاتا مع احلى احوط يوليا والله لنكيف او بدير فنادي المسنين ود ابو طارق رايحين نلعب شدي سايد تشيك ان اشي كتير منيح انا شخصيا بفوت على اول مرات عند امي بشوفها كاتبة انه عم بحوس بصل والله حوسي بصل طبعا من عام من جد انا بروح باكل بريد البيت مرة بفوت على اول عند ابوي بلاقيه كاتب على الآن بتعرفيها اطلع سبعين وقت السيجارة فتت على البيت بعد عشر دقايق قلت فوت اشوف شو في الفيسبوك ولا هي كاتبة احلى قعدة مع احلى ناس ردت لها كومنت احلى أكل مع احلى ناس من الجار في هدول البنات جيل 10 11 سنة عندهم فيسبوك قال بكتبوا ما الحب الا للحبيب الاول خانني ويا ريته عرف ما يحترق بداخلي في بنزين يحترق بداخله بقول يعني عمرك 10 سنين ولا 11 سنة شغلي أربع أغاني أم كلثوم ورا بعض أطول من حياتي أنا أكثر بني آدم على الفيسبوك بيشحدوا علي عن جد مش إنه يعني عشان منظري أو شيء لا بضلوا يحطوا لي تاج لأشياء بفهم مرات تاج لصورة تاج لما أبصر شو تاج لمحل أكيد مش صورته يعني تاج لدعاية إشي في واحد هذيك اليوم حط ستاتوس كتب فيه عامل اول شيء تاج ل 45 واحد انا كنت مجبور اكون بيناتهم كاتب حين يرجعون الحنين الى الوراء لا ادري هل اضحك لان الماضي جميل ام ابكي لان المستقبل سيكون اسوأ انا شو بخصني هون عدنا بالبيت يعني عملنا مؤتمر انا شو دخل لي بهذا يعمل لي تاج بعد الفكره انه ما نمتش في الليل عم بدخن سيجاره بقول يعني ايش بده قعدت اقراه انه حينما يرجع لي حين يرجع لي الحنين الى الوراء معقول بده مني مساعدة انه هو الحنين مراجع اقول له ارجع ارجع ريح ريح شادة تعليقات حكى انه احنا ما بنعرفش كلمات بالانجليزي يا دوب بيعرفوا دوج يعني كلب بس للاسف الشعب العربي 90% من الشعب العربي بيعرفش ايش يعني دوج بس بيعرف ايش يعني دوج ستايل سبحان الله عجبها كلاب بشكل عام يعني احنا عندنا الجنس مش الجنس هذا الجنس محروم ليفايس محلل وكروكر محلل بس الجنس بشكل عام محروم يعني ها
فبحب اعمل مقطع من اغنيه يمكن في عليها قريب ال 150 الف فيوز، موسم العراس اسمها. اللي بيعرفها بعرفها بقدر ينخلع برا. المهم هي بتحكي على العراس كيف عنا بتجوز و... طيب ببدأ بالمصاري بنبذرها على العراس نقدر ننقذ العالم. بس الليلة لا الليلة تمر الوليدي بن طلال بلا ليلة فقر. شو توجه المتفاجئ لسه أفكر. لا خذ راحتكم. بس الليلة لا الليلة عمر الوليدي بن طلال بلا ليلة فقر. الليلة نرقص يا حلوة الليلة نرقص يا حلوة بدك وسام بنتك بدك زهير بنبيع الكلوة. الليلة كله متاح الليلة كله متاح مثل فردوس بس على البار في كوكتيل تفاح. الليلة مالي بالمجتمع في إجازة من نباح. ايش الجملة اللي قالها الشاعر المشهور محمود خرخريان؟ كتير انتقدوني مثلا على الجملة هاي اللي قلتها ليلة الصيد قبل ليلة عتبناها ليلة تلبسي هيك ليلة تلبسي عيب وبليلة بنفاجئها في كم كيس من فيكتوريا سيكريت عشان ان البنات طول الوقت بقول لهم حرام 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 وبليلة العرس متوقع منهم يكونوا بورن ستارز. جماعة ممكن اطلب منكم طلب بسيط اذا مش مشكلة جابالي انا اعزم كل الناس اللي حطوا دمهم بالعرض هذا اللي بيشتغلوا يوم سمت